السلام عليكم، معكم حسين عتاب المدعو بلقب اوباما، معكم الاخ ديالي سامي عتاب، الطفل الذي يعاني من التشرد اكثر من 4 سنوات في مدينه المحمديه. اللي حنا كنعانيو بزاف التشرد في مدينه المحمديه، ماشي بزاف ديال التشرد كنعيشو، وما كيجيو عندنا لا مسؤولين لا والو، حتى حد في الدوله ما كيجي عندنا. حنا اللي كنعانيو اكثر من 4 سنين، اللي حنا معروفين عند المخزن، عند القياده، عند المقدميه، عند بزاف ديال الحوايج كان معروفين عندهم، حتى واحد ما كيجي يساعدنا. حنا اللي باغيين الرساله ديالنا توصل للمسؤولين. هذا الاخ ديالي كنطلبوا من الله والمحسنين يتعاونوا معنا، ما كنطلبوا حتى حاجه، حنا كنطلبوا من الله والمسؤولين يتساعدوا معنا. حنا اللي عانينا بزاف ديال التشرد انا وخويا، حنا اللي عانينا بزاف انا وخويا التشرد في مدينه المحمديه، عانينا بزاف، واللي كنطلبوا من الله والمسؤولين يجيو يتساعدوا معنا. الله والمحسنين كنطلبوا من الناس يجيو يتساعدوا معنا. المغاربه حنا مغاربه، حنا ماشي اليهود كيمشيو كيعطيوهم، حنا المغاربه كنلقاو نموتو. حنا اللي كنطلبوا من هاد المحسنين اللي غايسمع هاد الفيديو يتساعد معنا. حنا ما باغيين حتى حاجه، باغينا فين نعيشو انا والاخ ديالي. حنا اللي ندمنا على النهار اللي تزادينا فيه، وندمنا بزاف على جينا حنا تزادينا كاع على هاد البلاد، مشاو الوالدين ديالنا وعشنا التشرد انا والاخ ديالي في مدينه المحمديه. العذاب كنعيشو بزاف، كاين اللي كيتعدى عليك، كاين اللي كيجي كيعطيك ما تاكل، كاين اللي كيدير لك حوايجك. حنا اللي كنعيشو التعذب بزاف، كتمشي على المصلحة كتبغي دير شي حاجه ما كيقبلوكش. يعني حنا اللي ضايعين في هاد مدينه المحمديه، كاع الدراري ديالها ضايعين، ومنهم حنا اللي درنا سابقا بزاف ديال الفيديوهات مع الصحافه، ولي واحد دارنا ماتو كينصب علينا، كيسرقوا لي الناس من داخل المغرب خارج المغرب فلوس وكيديرهم في جيبو. باش عرف ناس قالت لي واحد المره، قالت لي راه كيصيفطوا لي الناس فلوس واش طاقم شي حاجه، راه قالت لي واحد المره قالت لي صيفط لي 60000 واش طاقم منا شي حاجه، قلنا لا. وقال لي واحد المخزني كنعرفو، قال لي راجع عندي، قال لي اللي تعرفك كيسولوا عليه واحد الناس وغاو يعطيوش امانه. وهو ما قالاش لي، ما قال لي حتى دازت مورا العيد شي 3 ايام، عاد قال لي راه الناس كانوا كيسولوا عليك. قلت لي علاش ما قلتهاش لي؟ قال لي ما شفتكش نهار عرفه. قلت لي ياك ما تلاقيتي معايا حدا الرحبه، وبالك يكذب عليا كيقول لي نسيت. وهادي حنا اللي كنطلبوا من الله ياخذ منه الحق، وكنطلبوا من المحسنين الله يتساعدوا معنا، الناس يتساعدوا معنا اللي حنا كنعانيو التشرد بزاف في مدينه المحمديه. حتى واحد ما عاقل علينا انا والاخ ديالي، حتى واحد ما عاقل علينا، حتى واحد ما كيجيب لنا الشرايب ديال الماء، غنبقاو حتى غادي نموتو شي نهار في الزنقه. اللي كنمشيو على المسرح كنبغيو نعطيو المواهب ديالنا ما كيقبلوناش، اللي كنمشيو اي حاجه حنايا هنا ما كيقبلوناش، كيتحدى لنا عندنا شي واحد كنمشيو للكوميسارية كيجريو علينا، يعني حتى واحد ما حاس بينا. تعدينا العنف مع الشرطه. شنو المواهب اللي عندك؟ عندي مواهب، كنغني قناوه، كنغني اغاني شويه ديال القناوه. عندي مواهب ديال الضحك، كنمثل مع الدراري، اللي مثلت واحد الفيلم قصير على قصه حياتي من الانتاج ديالي. ياك ملي كنمشيو عندهم كيجريو عليك، كيقول لك سير بحالاتك. يعني الا ما كانش باك صاحبي في هاد البلاد هادي، ما تقدم حتى حاجه ديالك، غتبقى تضيع. بزاف ديال الناس قراو وما وصلوش، وحنا اللي ما قريناش وعندنا موهبه صغيره كنمشيو عندهم كيجريو عليك. اما الا جا واحد با برونز روفر ما طال يشرب 1000 ريال، يقول زيد دخل نوريك المدير، داور مع المدير، وهادي كيزوف قراسو. اما الا ما عندكش والديك ما تعيش كاع في هاد البلاد. اما الا كانت امك شوم ورا غا كتسعى، ولا كان باك خدامه بالناي، ولا خدام شي خدمه بشرفه ما كيعطوك. اما الا كان انت باك صاحبي عنده الديور، عنده الشركات، عنده الفيرمات، يدخل بدغيا دقيقة ما كاملاش يدخل، صافي تصابوا ليه وراقو هذاك. أما حنا اللي كنبغيو نمشيو للمسرح، حنا اللي كنبغيو نهزو راية البلاد، حنا اللي كنبغيو نشوفو بلادنا أحسن من كاع البلدان، ما كيقبلوناش. كنمشيو على المسرح ما كيقبلوناش، اللي كنبغيو نشوفو بلادنا زينة اللي تا واحد ما كيقبلنا. جراو علينا المسرح، جراو علينا بزاف ديال الحوايج، الخيرية جراو علينا، جراو علينا بزاف ديال الناس. حنا اللي باغي رسالتنا تصل صاحب الجلاله، الله يشافيه لينا، الله ينصره، الله يشافيه، الله يبعد منه هذا المرض. حنا باغيين رسالتنا تصل الامير المؤمنين مولاي الحسن، تا بغينا رسالتنا تصل باللي حنا ضايعين بزاف شباب، ضايعين في المحمديه، مدينه المحمديه الشباب بزاف ضايعين، تا واحد ما لاقيش حاجه. اللي كيمشي الدري دار الشباب كيجريو عليه، يعني شو كيقولوا لي 6 شفر
على الجيل عندنا حنايا يعني. صافي سير تشفر. الام ديالي مات دابا 4 سنين اسبوع قبل من 2016 اسبوع ديالها قبل منا مات الوالده ديالي. الاب ديالي ما كنتمناش كاع نشوفه واخا مات ما كنتمناش نهار الاول كاع نشوفه واخا يطلع حي ما نشوفوش لانه حرق راسه. ولكن ما قلت سابقا بزاف ديال الفيديوهات اللي عنده والدي تهلا فيهم حيت الوالدين هما كلشي في الدنيا. الوالدين هما النور ديال الواحد. حيت الا مشى والديك موت خسر لك من حياتك. حيت الا ما كانش عندك والديك حتى ما عندك حتى حاجه في الدنيا. حلم دون نجاح احنا ما كانش عندك لا الام لا احنا ما ندوش على الاب. احنا كندوي كلشي على الام. الا خطاتك امك صافي راه ضربه قدها. حيت امك هي كلشي صافي. الا مشات لك امك ستبعتها ولا موت قبل منا من تشوفها مريضة. اللهم موت قبل منها باش ما تشوفش هذاك العذاب اللي هي كتموت. اللهم موت قبل منها باش ما تشوفهاش هي كتموت. حيت الام هي كل شيء عند واحد. دورو سولو اي واحد قول ليه اللي عنده والدي سير قول ليه شناهي الام ديالي غيشوف كاميرا غير يضحك يقول امي عزيز عليا امي هادي. ومني كيدخل للدار عندك كيعاملها بطريقة اخرى. اما اللي ما عندوش الام ديالو غتمشي تشوفو سير طالع الخارج يسولوه شنو كيجرى لي بالام ديالو هذاك اللي تلقاه حاس. اما داك اللي كيمشي كيزمو من مشطامه وكذا بزاف ديال الحوايج نهار ملي غادي تمشي غيندم على داك الايام اللي كانت كتجي كتضحك لي في وجهه هو ما كاينش. غيندم على النهار اللي كانت كتصب لي حوايجو يقول كنا صبلتو معنا كنا بقات لي هي بصحيحتها. شحال من واحد ضيع لي والديه دابا وحاس بهم. شحال من واحد عنده والديه وحاس بهم. انا اللي كنوصل لهذوك الدراري بغيت نوصل لهم السلام ما عمر ما نقنكي. والله ما نقنكي اللي باغي نوصل انا لك الدراري تلا في والديهم. انا بغيتك تشوف هذا الفيديو باش تشفق عليا تشفق على راسك وعلى والديك. انا كبرت في الزنقه نقص الزنقه تنموت في الزنقه بلا ما تشفق عليا. تشفق على والديك اللي عندك حتى في حياته مضيعه. شنو راه كان انت اللي مضيع والديك؟ علاش مضيع والديك؟ امك كتعذب عليك ولا كتعرف تدخل في الليل تقلع العشاء وتعشى تخرج بشي شوف شنو كدير بالليل كدير. لو كتعرف تجي تلقى حوايجك مصبرين انت توسخ وتلوحهم ليها خدامه عندك. علاش ولداتك باش تتعاونها ولا هي تصبر عليك؟ تهلاو في والديكم. بزاف ديال الواحدين مضيعين والديهم. علاش؟ على البليه. كتلقى علاش على البليه؟ تبليتي تلقى تحيد هذيك البليه. ماشي حقها صافي البليه اللي لصقات فيها ما نحيدهاش. انا تبليت وحيدت البليه والحمد لله صافي. عرفت بالحق ديال الوالدين تبليت. ملي مات والدي تبليت وحيدت البليه. اما داك اللي مطول فيها كيقول لك صافي لصقات لي البليه ما بقاش حيدها تبقى تحيدها لراسك. وبزاف ديال الواحد كتلقى مضيعين والديهم. علاش كيقول لك صافي كان كمي كارو نمشي نهز الموي من السطا نمشي نعد موي. وبزاف ديال الحوايج اللي كنطلب منهم يحافظوا على الوالدين. حيت كما قلت لكم في فيديوهات شحال هذه الوالدين اللي حنان فيها هما شجره العافيه تحت منا الطيور يباتوا. اللي سقط عليه والديه راه موت احسن ليه من حياته. حس الام هي كل شيء عند واحد. لما كانت عندك امك راك انت ماشي بنادم. اما ولا ما كانش عندك باك وباك عنده الفلوس وهادي الو حوزيد سير عمل على دراعك. لما مات لك امك وباك لاباس عليه مليونير لوحو سير عمل على دراعك باش تعرف الام كيفاش جابت هذاك الاب. الام كيفاش كافحات تقرات باش تعرف الام كيفاش كافحات عليك باش توصل حتى لاعلى قمه باش تبان تراك لاباس عليك. مرك جيتي وصلتي حتى بحال هكا جيتي وصلتي صحافي باش جيتي دويتي معايا كون ما كانش الدعاء ديال الام ديالك الرضا ديالها راه ما عمر ما تحقق شي حاجه. ما تحقق هذاك الشيء ديالك احلام ديالك بالحرام وشي نار غيخرجوا فيك. اما الا كانت معاك امك وكنتي مرضي ديالها من الصغر وكتدعي معاك غتوصل لحاجتك. واللي كنطلب من المسؤولين يشوفوا من حالنا من الله والمحسنين يحنوا علينا. واللي كنقول لكم ما بغيتكمش انا تشوفوا هذا الفيديو باش تشفقوا عليا. بغيتكم تشوفوا هذا الفيديو كانه درس ليكم كانه درس ليكم. شحال من واحد كيقول راني كندير هاد فيديوهات كذوب. راني درت فيديو سابقا مع جمعيه تي في ماغس اللي حنا فيديو على قصه حياتي اللي حنا ليكم ماجو صغير وغادي نكملوا ليكم. انا كم باش تعرفوا فين كنعيش وباش نوصلوا ليكم فين كنباتوا وهادي
باش ما يقولش شي واحد راه حنا كنصبوا عليكم، وكنطلب من كريمه ديالي تصل المسؤولين، وشكرا.